بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية اتفاقية تاريخية مع العلامة التجارية وشركة التجهيزات الرياضية أديداس، وذلك لرعاية فريق البحرين وتجهيزه بالزي الرسمي الرياضي الجديد لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة أولمبياد باريس 2024. وقعت اللجنة الأولمبية البحرينية اتفاقية مع العلامة التجارية العالمية أديداس لتجهيز فريق البحرين الأولمبي بأكثر من 1.2 مليون يورو، وشاركت في حفل إطلاق تصميمات الألعاب الأولمبية للعلامة الرياضية في باريس برئاسة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي، وبمشاركة عضو مجلس إدارة اللجنة البحرينية الأولمبية إسحاق إبراهيم إسحاق والبطل الأولمبي العداء جون ستيفنسون صاحب الميدالية الفضية بأولمبياد أثينا 2004، بمرافقة سعادة السيد عصام عبد العزيز الجاسم سفير مملكة البحرين في فرنسا. طبعا هاي الاتفاقية هنقول مالتي مليون دولار ديل مع الشركة، يمكن هاي أكبر رعاه اللجنة الأولمبية استلمتها في تاريخها، وطبعا يعني هاي تأتي من دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد، سمو الشيخ خالد بن حمد للرياضة في مملكة البحرين. I think the cooperation between Adidas and Bahrain is... كما تعلمون تستثمر البحرين كثيرا في الرياضات المختلفة. نحن شركة رياضية نحب أن نقدم أفضل المنتجات لأفضل الرياضيين، ولدينا اتحادات طموحة للغاية ونريد أن نكون جزءا منها، لذا أعتقد أن هذا التعاون الجديد سيكون ممتعا للغاية في المستقبل. وحظى الحفل بتغطية إعلامية عالمية لتصميمات مجموعة باريس 2024 المعتمدة من طرف 16 لجنة أولمبية لمرافقة أكثر من 70 رياضياً في بطولة الألعاب الأولمبية لهذا الصيف. احنا كمشاركة اللجنة الأولمبية البحرينية في أولمبياد باريس حالياً احنا متأهلين في أربع ألعاب، عندنا المصارعة ورفع الأثقال وألعاب القوة وايضا في الجودو، فان شاء الله بهذه الشراكه اللاعبين يكون عندهم حافز ان يقدمون افضل مستويات. انا متحمس للغايه وسعيد ان احظى بفرصه تمثيل البحرين وتمثيل الشيخ خالد والشيخ ناصر، واشكرهم على منحي هذه الفرصه لتمثيل البحرين في الالعاب الاولمبيه. كما تحرص اللجنة على التنسيق بهدف إنجاح مشاركة البحرين في الأولمبياد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبعثة وتشجيعها للوصول إلى أفضل المستويات والاستمرار في تحقيق الإنجازات العالمية. مشاركة البحرين في هذا الحدث وتعاونها مع شركة أديداس يدل على المستوى العالمي الذي وصلت إليه بفضل الدعم الدائم والمجهودات المبذولة. فاطمة بلعيد، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.